البنات عندنا الشعر ديال الدوره او بيسمى في المغربيه ديالنا الشعر ديال الكبال. الشعر الكبال البنات كتشدوه وتيبسوه كيولي على هذا الشكل تاعو. غناخذوا منه واحد الكميه اللي قليله وغنستعملوه في الوصفه. هنا عندي الشجره تاع الجوز او الجوز البنات كتعرفوا الجوز الشجره ديالته كنستخرجوا منه هذا السواك. هذا السواك كذاك تا هو كنت عملت لكم به بخاخات ولكن بطرق اخرى بمكونات اخرى معها. تاهو زوين البنات الفراغات على الشعر التساقط كيطول لكم شعركم حتى هو زوين بزاف. ممكن انكم تستعملوا البنات واحد الكميه اللي قليله وتستعملوا في الماء المغلي بوحديتو بدون اضافات لشيء اخر غير بوحديتو وراه قاضي بالغرض البنات. وكذلك البنات بالنسبه للاخوات اللي عندهم شيء في الشعر ديالهم الا حاولتوا انكم تقولوا تستعملوه كل مره على الشعر ديالكم كيشد داك الشيب وكيولي اللون تاعه كيولي اسود. يعني مع المده مع المداومه ما كنقول لكمش راهو كيولي الشعر دائم كيتحيد لكم اللون تاعو الابيض ولكن راه بحال كيصبغ لكم اللون الابيض كيصبغوا لكم. يعني مع المداومه البنات مع المداومه راه ما كيبقاش لك الشعر اللي هو ابيض كيبان باين يعني كيبدا اللون كيغادي وكيولي اللون الاسود. وهنا عندي البنات السانوج. السانوج هو كذلك تكلمت عليه في حلقات سابقه بالمنافع ديالو على الشعر حتى هو قلت لكم كيحميكم حتى هو كذلك من التساقط والفراغات وكيطول لكم الشعر ديالكم راه زوين بزاف. المهم هادو هما ثلاث المكونات ودابا غنبداو باش نطبقوا الوصفه. هنا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غناخذ واحد الكاسرول غناخذ واحد الكميه ديال هذا الشعر ديال الكبال كما كنقولوا وهذا هاد الكميه البنات وغناخذوا كذلك واحد الكميه اللي قليله ديال الشجره ديال الجوز او السواك وغناخذوا ملعقه ديال السانوج او الحبه السوداء. هاد الكميه وكذلك غادي نضيفوا له الماء. الماء الكافي غنخليوه يغلى لمده 10 دقائق وانا معاكم. دابا هذه بنتي الصغرى ندير لها حتى هي في شعرها في الشعر كامل البنات. قلت لكم في الاخص الفروه تاع الشعر هذه بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي عمينا وصفات اللي كيكونوا ساهلين وفي المتناول وكيكونوا يعني مع وقت البرد ما كيقدروش انهم يعملوا الوصفات اللي كيلبخوهم لشعرهم ولهذا كتبقى هذه احسن وسيله باش تعتنيوا بشعركم البنات وفي نفس الوقت بدون غسل يعني ما تغسلوا لا شعركم لا حتى شي حاجه غير شويه بحال هكا في فروه الشعر تاع بناتكم ولو شعركم نتوما عملوا واحد المساج بناتي كيترخى وراسهم كيترخى كيعجبهم الحال. صافي البنات هذه هي النتيجه الاخيره كما كتشوفوا. غنخلي لهم شعرهم هكذايا وغندهن لهم شعرهم بهذيك الزيت المعتاد اللي كندهن به دائما كندهن به اعتمدت عليه البنات في القناه ديالي دائما كتشوفوني كنديروا الشعر لبنياتي وحتى لشعري. صافي وهنا غندير له بعض القطرات من الزيت ماشي كنقويش البنات بزاف غير شويه you
تحطش راسك بزاف. صافي صافي. البنات هذه هي سهله، وصفه سهله وفي المتناول ديالكم، وما شاء الله البنات يعني العنايه بالشعر البنات ديالكم كيبقى كيكون من الاول البنات. يعني الا كان شعركم شعر بنياتكم خفيف اعتنوا به من صغرهم، يعني هما كيكبروا كيكونوا مولفين يعتنيوا بشعرهم، واخا غيكبروا غادي يحاولوا انهم يديروا الوصفات لشعرهم، يعني حيت ولفوا من الصغر ديالهم كيديروا الوصفات. والنتيجة هي هذه الغزالات. بعد ما خليت شعري الليل بالكامل وانا دايره له باتشا كتولي هذه هي النتيجة. داوموا البنات على باتشا، راه فعلا كتعطي واحد، ممكن ترطب لكم ما تخليش لكم شعركم واقف لكم، واخا ماشي زعما كيتصيب البنات 100% بحال البلاك، ولكن كيكون واحد الشعر اللي هو صحي البنات. المهم احسن من المصفف الحراره اللي كيخلي لكم شعركم كله البنات كيحرقوا لكم، من الاحسن انكم تبعكيو لي ناشف بكثره. وتخيلوا ان الشعر كينشف وتزيدوا لي بلاك، صافي الشعر كيتشوط كيتحرق، ما كتبقى فيه لا لمعه لا حتى شي حاجه. بعدوا البنات على مصفف الحراره.